يقول السائل: ما هو الضابط في مسألة التصاليب؟ فهل كل متقاطع من الأشياء صليب يجب طمسه؟ الصليب هو من شعار النصارى، يزعمون أنه صورة للمسيح وهو مصلوب على الخشبة كما يقولون، وهذا غلط وكذب، فإن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب كما قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه. المسيح عليه السلام رفعه الله إلى السماء وهو حي ولا يزال حيا، وسينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة، ينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة محمد، يحكم بالإسلام. هذا هو المسيح عليه السلام، لم يقتل ولم يصلب، وإنما الذي قتل وصلب رجل آخر ألقي عليه شبه المسيح وليس هو المسيح. ومن غباوة النصارى أنهم يعبدون هذا الصليب الذي يزعمون أنه صورة للمسيح وهو مصلوب، هذا من غباوتهم، وكان الواجب عليهم أن يكسروا هذا الصليب لأنه عار عليهم. ويفرح اليهود بذلك أنهم قتلوا نبيهم وصلبوه، فالواجب عليهم أن يكسروا هذا الصليب وأن يمحوه من الوجود، ولكن من غباوتهم أنهم صاروا يعلقونه على صدورهم وينصبونه في كنائسهم ويعبدونه من دون الله، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة، ولا يجوز اقتناء ما فيه صليب حتى يمسح الصليب ويزال. والصليب معروف، يعرفه أهل الخبرة، يعرفون الصليب من غيره، ليس كل رسم يكون صليبا، إنما الصليب رسم خاص يرجع فيه إلى أهل المعرفة هل هو صليب أو غير صليب.